رجاء ايتسي عضو لجنه الاعلام الوطنيه للتنسيقيه الوطنيه للاساتذه الذين فرض عليهم التعاقد، الان كيتم تقديم 16 استاذ لانظار المحكمه الابتدائيه، التهم الملفقه لهم مازال ما عرفناها بالضبط، ولكن احنا عارفين ان الخلفيه يعني اللي تعتقلوا عليها هي خلفيه نضاليتهم ودفاعهم عن المدرسه العموميه، دفاعهم عن ما تبقى من مجانيه التعليم، لانهم كيناضلوا ضد واحد السياسه ديال الدوله اللي هي غاده في الخوصصه ديال كل القطاعات، غاده في سياق يعني بيع الخدمه يعني بيع المدرسه العموميه باش ان ولاد الشعب يوليوا يخلصوا عاد باش يقراو، باش ان ما تبقاش مدرسه عموميه لكل ابناء وبنات الشعب المغربي. بالتالي المحاكمات اللي راها اليوم والمحاكمات اللي كانت قبل هي محاكمات سياسيه، احنا عارفين واعيين بهذه المساله هذه. بالتالي التهم اللي غادي تلفق احنا بالدرجه الاولى ما كتهمناش، لان عارفين ان تهمتهم الوحيده هي تهمه دفاعهم يعني عن حق ابناء وبنات الشعب المغربي في تعليم جيد، في تعليم عمومي، في تعليم مجاني لكل ابناء هذا الوطن الجارح. معركتنا مازال مستمره رغم القمع والحصار وكل اشياء اشكال التضييق اللي كنتعرضوا لها كتنسيقيه. البارح والبارح كذلك يعني تم القمع بشكل همجي للاساتذه والاستاذات، كاين مجموعه من الاساتذه تعرضوا للكسور يعني على مستوى الكتف وعلى مستوى رجليهم، يعني كاين استاذ تهرس في ركبته. ولكن يعني كل هذه الاشكال ديال الحظر من انقطاعات من اجور من ضرب من سحل من متابعات من اغتيالات يعني لن تثنينا عن مواصله درب النضال، بل باكثر من ذلك يعني كتزيدنا مزيد من الصمود ومزيد من الاصرار حتى تحقيق الملف المطلب يعني بشكل شامل اللي على راسه طبعا اسقاط مخطط التعاقد وادماج الاساتذه والاستاذات في اسلاك الوظيفه العموميه. الانتظارات ديالنا من حكومه اخنوش هي تحقيق الملف المطلب، يعني داك النقاش ديك الدعايه الانتخابويه اللي دوزها في الفتره ديال الانتخابات، الواقع راه في ندها. ملي كان كيقول ان الاساتذه خاصهم يتدمجوا لا هو ولا كل الاحزاب يعني اللي مشكله الاغلبيه الحكوميه، كاع ديك الهضره اللي قالوها البارح والبارح الواقع كذبها، لان لو كانوا فعلا باغيين يدمجوا الاساتذه والاستاذات في اسلاك الوظيفه العموميه، ولو كانوا فعلا كتهمهم المدرسه العموميه وكتهمهم المصلحه ديال التلميذ وكتهمهم المصلحه ديال الشعب في اخر المطاف، ما غاديش يقمعوا الاساتذه بديك الشكيله، ما غاديش يبيتوا استاذ 48 ساعه في الحراسه النظريه، وما غاديش يدوزوا دابا 16 استاذ يعني للمتابعه، وقبل كانت المتابعه ديال 20 استاذ وشهر 11 كاينه المتابعه ديال 13 استاذ. بالتالي احنا كنقولوا ان هذه الحكومه هذه لا تختلف عن سابقتها في شيء، وتقدر تكون يعني اكثر شراسه يعني واكثر هجوما على مكتسبات يعني الشغيله التعليميه ومكتسبات الشعب المغربي ككل. حنا ما كنتظروا من الحكومه حتى شي حاجه، حنا كنتظروا من الاساتذه وكنتظروا من عموم الشعب المغربي انه يناضل يعني بشكل شامل على الحق ديالو على الحقوق ديالو كامله باش انه ينتزعها. تحيه نضاليه، معكم الاستاذ عثمان الرحموني عضو لجنه الاعلام الوطنيه. اذا اليوم نحن نتواجد يعني امام المحكمه الرجعيه هنا بالرباط لمؤازره الاساتذه يعني الذين تم اعتقالهم وتم اختطافهم كذلك من الانزال الوطني الذي نظم يوم 14 و15 هنا بالرباط. اليوم يعرضون على انظار المحكمه، نجهل يعني مصيرهم لحدود اللحظه، كذلك نجهل كل المعطيات في متابعتهم او اطلاق سراحهم. اليوم ما زلنا يعني مرابطين امام المحكمه الى حين الافراج على الاساتذه بدون قيد او شرط. هذه المحاكمات وهذه الاعتقالات بهذه الطريقه تنضاف الى سلسله الاعتقالات التي يعني لاحقت الاساتذه واختطافات من الاشكال النضاليه الموسم المنصرم، يعني بالضبط في انزالي مارس وابريل 33 استاذ واستاذه ما زالوا يحاكمون في اشواط محاكمات ماراثونيه وبتهم يعني سوريا وبتهم ملفقه، يعني مضمونها الاساسي هو محاكمتهم على نضالهم، محاكمتهم كذلك على موقفهم في الدفاع عن المدرسه والوظيفه العموميه. اذا الاساتذه ما زالوا في الساحات بالرغم من كل اساليب الحظر هذه على الحريه النقابيه اولا، كذلك اساليب الحظر على حق المغاربه في تعليم مجاني عمومي للجميع وليس لفئه دون الفئه الاخرى. الاجابه نعم، الاجابه اليوم تقدمها الحكومه الجديده يعني المشكله مؤخرا هي نفس الاجابه التي قدمتها الدوله على مدار التاريخ، بمعنى القمع
التشريد، الاعتقال، اقتطاعات من الأجور. إذا نفس النهج ما زالت تنهجه الدولة في توجهها لضرب كل حقوق الشعب المغربي. إذا لو كانت هناك فعلا إرادة سياسية للنهوض بالمدرسة العمومية وبالوظيفة العمومية لتم إدماج الأساسي المفروض عليهم التعاقد بدون قيد أو شرط، لتم تحصين هذا المكتسب التاريخي لأبناء الشعب المغربي باعتباره مكتسب راحت عليه دماء الشهداء وكذلك راحت فيه حرية المعتقلين. إذا اليوم هناك توجه واضح في الرفع من التعليم الخصوصي على حساب المدرسة العمومية ومحاولة تفكيك الوظيفة العمومية. نقول من داخل التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بأن حقوق التلاميذ التي تضيع والهدر الزمن المدرسي الذي يضيع إنما هو تتحمل فيه المسؤولية الدولة بعدم إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، كذلك بعدم يعني تعميم التعليم على كل التلاميذ المغاربة على قدم المساواة. نرى بأن مجموعة من الأسر كتقري وليداتها في البعثات الفرنسية ومنهم هادو اللي حاكمين هاد البلاد، وكذلك نرى بأن مجموعة من الدعم اللي كيتقدم للمدرسة الخصوصية في حين أن الحالة المهترئة للمؤسسات وكذلك الاكتظاظ اللي في المؤسسات التعليمية العمومية للهدف منه هو ضرب قيمة هذه المدرسة وكذلك ضرب مجانية التعليم. بالنسبة للزمن المدرسي مرتبط جدلا بحقوق المتعلم وكذلك مرتبط بحقوق الموظف اللي هو الأستاذ، فما دامت حقوق الموظف مهضومة فإن كذلك حقوق التلميذ ستهضم جدليا، يعني عندها علاقة. فاستجابة الدولة لمطالب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مطالب كل الشغيلة التعليمية، ليس الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الذين يعانون، كل الشغيلة التعليمية اليوم يتم استهدافها، استهداف الوظيفة العمومية بشكل مطلق. إذا نقول من أننا مواصلون لضرب النضال وكل أساليب الحضرة هذه وكل أساليب التشكيك في نضالية التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، محاولة كسر هذه الحركة لن تنطلي علينا، ونحن ما زلنا في الساحات حتى إسقاط مخطط التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية وتحصين حق المغاربة في وظيفة عمومية وكذلك في تعليم مجاني للجميع على قدم المساواة.